في عام 1980 كان العسكريون يحكمون 43 دولة إفريقية. تقلص العدد إلى 9 دول فقط عام 2001. وفي نهايات 2021 هناك 18 رئيساً عسكرياً من أصل 54 في القارة. جيوش سيئة السمعة. لماذا يفضل عسكر إفريقيا الانقلابات على الديمقراطية؟ منذ تأسيس الجمهوريات الإفريقية واستقلالها عن المستعمرات الأوروبية في خمسينيات القرن الماضي، شهدت القارة السمراء أكثر من 200 انقلاب عسكري. ظل معدل الانقلابات في إفريقيا 4 على الأقل كل عام، انخفض عام 2019 ليقتصر على محاولتين فقط، ثم ارتفع إلى 6 انقلابات في 2021. واستهلت بوركينا فاسو عام 2022 بأول انقلاب عسكري. أما النتيجة فكانت معاناة مستمرة بالقارة الغنية بموارد طبيعية ضخمة تحتاجها صناعات الدول الكبرى، ولم تمنح السمراء أبناءها هامشاً من هذه الثروات فضلاً عن الاستقرار الأمني أو السياسي. ولم يسجل التاريخ الإفريقي أن مجلساً عسكرياً حكم بلداً ما فازدهر، بل تمت عسكرة المجتمعات وتحولت إلى ميليشيات ترسخ ثقافة العنف وتعزز النزاعات الإثنية. فانتشر السلاح العشوائي، وتم تداول نحو 30 مليون قطعة سلاح في إفريقيا جنوب الصحراء بين عامي 2008 و2011، وأدى تحول العسكريين لسياسيين إلى زيادة القمع ومصادرة الحريات وتشويه الديمقراطية عبر إجراء انتخابات شكلية. نحو ثلث عدد اللاجئين على مستوى العالم من إفريقيا، وتتصدر نحو 15 دولة إفريقية من أصل 20 المؤشر العالمي للدول الأكثر هشاشة اقتصادياً عام 2021. 55% من الإفريقيين تحت خط الفقر. كثير من الانقلابات التي وقعت في إفريقيا دعمتها دول غربية، فظل التأثير المتعاظم لتلك الدول على عسكري القارة الذين تدربوا في الخارج. فتتهم فرنسا والولايات المتحدة بالوقوف وراء الانقلابات العسكرية في عدد من دول إفريقيا بهدف تقويض مصالح دول أخرى كالصين وروسيا. فبكين مثلاً تتمتع بنفوذ قوي في جمهورية غينيا، حيث عشرات الشركات الصينية التي تعمل في استخراج وتصنيع البوكسيت الخام الرئيسي لصناعة الألومنيوم. وتحصل الصين على 50% من واردات البوكسيت الغيني سنوياً. يعزز ذلك الارتباطات القوية بين قائد انقلاب غينيا العقيد مامادي دومبويا وكل من فرنسا والولايات المتحدة، وهو ما يمكن أن توظفه الدولتان لتحجيم الوجود الصيني لصالحهما. في المقابل تميل طبقة ناشئة من عسكري دول غرب إفريقيا مثل مالي وبوركينا فاسو للتحالف مع روسيا بعد أن فقدت أملها في الدعم الفرنسي. وبينما يعيب العسكريون في دول منطقة الساحل إجمالاً على فرنسا عدم تزويدهم بالأسلحة والذخيرة اللازمة لمواجهة التحديات الأمنية، توفر روسيا الأسلحة للجيوش الإفريقية دون شرط أو قيد، فضلاً عن الفرق الشاسع في الأسعار بين السلاح الروسي الرخيص مقارنة بالأسعار المرتفعة للسلاح الفرنسي. وظهر ذلك جلياً عندما زودت روسيا مالي بمروحيات حربية وأسلحة نوعية، وهو ما لم تفعله فرنسا طيلة السنوات التسع الأخيرة، ما يجعل من موسكو الخيار المفضل للعسكريين الأفارقة. كما أن الدعم الروسي الضمني للانقلابيين في إفريقيا يمنحهم الحماية من العقوبات الأممية، فضلاً عن إرسال مرتزقة فاغنر لدعم أنظمتهم الهشة، الأمر الذي يغذي طموحات العسكريين للاستيلاء على السلطة عبر الانقلابات العسكرية، ما دامت الصين وروسيا وآخرون سيحمون ظهورهم لا محالة.